عندي مرض عاطفي، هذا ما قالته الفنانة أصالة نصري عن علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، موضحة أنها شديدة التعلق به ولا توافق على إعطائه المساحة والحرية، فهي تريد مرافقته أينما ذهب لأنها تشعر بالحزن إذا ظهر زوجها مع أصدقائه من دونها. يذكر أن أصالة قدمت أغنيتين ضمن مسلسل نعم الأفوكاتو بطولة الفنانة مي عمر، حيث تحمل الأغنية الأولى عنوان الجوكر والثانية تتر المسلسل وبعنوان الحظ.